السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبد سبور، صحبت لكم في عجالة على كل حال، مش بنطولش عليكم. على بالي راهو الليل ومن النوم تسمعوا الخبر ليه وتروحوا للصحراء ان شاء الله. في الكاف اليوم حطت بيان 100% ضد شوشرة القجع وشخشة شوشرة القجع اللي كان دارها في الشهر اللي فات. اما حطوا له بيان باينه باللي عليه، اسمعوا معنا واش حطوا في البيان. او معكم هنايا على الصوره. طلبت الكاف الجمعه طلبت الكاف الجمعه المنتخبات المشاركه في بطوله افريقيا اشبال بطوله افريقيا الاشبال بالقدوم الى الجزائر قبل 5 ايام. اسمعوا مليح، قبل 5 ايام من انطلاق المنافسه. سما قالوا له مروان حسين جور قبل المنافسه. وقال الاتحاد الافريقي في بيان له، منتخبات بطولة إفريقيا للأشبال يجب أن تصل إلى مسرح المنافسة قبل انطلاقها ب5 أيام على أن تتكفل الجزائر تغطية كل التكاليف. ولا قال له مروان حسين جور من قبل كاع الفرق والجزائر هي اللي تتكفل كاع بالتكاليف. الرئيس باتريس موتسيبي وضع حد، اسمع مليح، وضع حد للاعيب فوزي القجع الذي حاول افشال بطولة افريقيا للمحليين اللي فاتت تاع الشان اللي بداو نجو ما نجوش طياره اكو شفتو هذوك الايامات، كانت بوليمي كبيره على كل حال. لا علينا، فوزي القجع مطالبا بالكف عن تهريجه واحضار منتخبه الى الجزائر على متن طائره غير مغربيه. دوك لازم عليه فوزي القجع يجيب الفريق ديالو ديريكتومون، ما يبقاش يهضر ويدير في المشاكل ديالو، هذوك المشاكل اللي عياونا. قبل اسبوع بقليل من انطلاق العرس الكروي الافريقي بالجزائر، هادو تاع الديسات هادو ما كاس افريقيا. ونددت الكاف بالعواقب، اسمعوا هادية، ونددت الكاف بالعواقب المنتظرة في حال كان هناك تجاوز لقوانينها، خاصة أن الكاف في الشان قد هددت وتسامحت وهذه المرة سيكون لها رأي آخر. سمعتم مليح، لكل حال احنا في عجالة. قالوا لهم، قال لهم الموتسيبي 5 أيام قبل تكونوا لازم بقى في الجزائر الفرق والجزائر هي اللي تكتفل بكلش كاع المصاريف. الحمد لله، قال لهم واحد لي يخرج على قوانين هذه راح ما يتسامحش معاه. هذا القرار اللي خرجوه نحلف لكم غير على جال الهبده اللي دارها القجع في الشان، كان حاب يشوش لنا على الشان، والحمد لله الشان نجح 100% في ملاعب كوشتوها، نعاود ونقول ملاعب عالميه عالميه ما شاء الله. الحمد لله الكاف اموال في تلفته واحده، اموال في تلفته واحده لصالح الجزائر. وان شاء الله هاد الدوره تاع ليجان تاع اوديسات تجوز كما جازت الشان وكما جازوا الالعاب العربيه. على بالي باللي الجزائر عند الموعد وتزيد تبين وتبرهن باللي الجزائر قادرة تنظم أي دورة تندار في الجزائر. أنا محب للجزائر وأحب الجزائر، وإن شاء الله يكونوا معايا الثاني يكونوا يحبوا الجزائر وننتقدوا الجزائر بالانتقاد البناء. هذا واش نقول لكم، ننتقدوا بلادنا معليش بصح بالانتقاد البناء، مش الانتقاد اللي يزيد يهبط. قناة عبد السبور، السلام عليكم، صحة صحوكم.